هذا الشكل في 2024 والذي يتضمن نقاط تصبح نظيم الاختصاص بالنقد المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجامعة برسم السنة المالية 2025. بعد ذلك أكون رئيس لجنة الانتصاف القانوني في أعضاء اللجنة كما الشروع لدراسة ومناقشة اعتمادات المرار مدفوعات في الجزء الأول من الميزانية والمتعلقة بمداخل التسيير مع استحضار مضامين رئيس وزير الداخلية المتعلقة بكيفية تهيئة مشروع الميزانية وقضايا رأسية السيد عامر الكبير في الموضوع نفسه. وبعد النقاش المستفيض بين السادة الأعضاء تم الاتفاق على تقسيم مداخل الجزء الأول بمبلغ 11,970,000 درهم. ثم فتح باب النقاش لدراسة ومناقشة مصاريف الجزء الأول من الميزانية فصلا فصلا، وأخذت اللجنة بعين الاعتبار النفقات الإجبارية والملتزمية والتدبير المعقد لباقي النفقات الأخرى مع حفظ الاعتمادات الأولى والتقريب ديال الواقع لكل باب، وتم حصر مجموع نفقات الجزء الأول من الميزانية في 11,870,000 درهم. بعد ذلك الحصر حدد قائد مداخل الجزء الأول من الميزانية في 100,000 درهم، إذا مداخل الجزء الثاني من الميزانية هو 100,000 درهم، والذي تم برمجته في مصارف الجزء الثاني على الشكل التالي: شراء حاوية أسفل 100,000 درهم، أما الاعتمادات المتعلقة بالحساب التخصصية لأداء مستحقات الإدارة العمومية فقد وصلت في مبلغ 1,620,000 درهم، ورفعت الجلسة على الساعة 1:30 زوالا من نفس اليوم. لأن السنة المصرية فيها ذات ميزانية تستدعي الشهر، وتمت واحد الحصة إضافية، والمجموع ديال الحصة الأولى والثانية هي حصة ديال الجامعة بهذه السنة 2020، والمحصورة في 7,673,000 درهم.